لست عالما ولا مفتيا ولا فقيها، وإنما طالب علم. عرفت عن مين رح أحكي؟ قال يعني ما شفت بالعنوان. وقبل ما نبلش الفيديو بحب إلكن عزيزي، استمتع استمتع، انت مالك قاعد بالمدرسة. بعرف انه كلياتنا بنكره المدرسة، بس انه ما في داعي انك انت تشيل الفيديو، احضره لآخره والله ممتع، اسمع مني. اليوم رح نحكي عن أحمد الشقيري، اسمه أحمد مازن أحمد أسعد الشقيري. المعلومة اللي ما كنت بعرفها انه هو من أصول فلسطينية، والمعلومة الثانية اللي صدمتني، طبعا صدمتني بشكل إيجابي، انه جده سياسي فلسطيني وهو مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية، واحتل مناصب اخرى مهمة جدا مثل وزير دولة لشؤون الامم المتحدة في عهد الملك سعود بين عام 1957 لعام 1962. بس شيلونا من موضوع جده، خلونا حاليا بموضوع احمد الشقيري، الحياة العملية والعلمية. طبعا اذا بضل 10 ساعات احكي عن حياته وانجازاته ما بخلص، وانا انجازاتي بتخلص بعشر ثواني فقط. طبعا الشقيري درس للبكالوريا وبعدين طلع على امريكا، ولما طلع على امريكا كان عمره 17 سنه بس. طلع على امريكا لحتى يكمل دراسته، وحصل على بكالوريوس باداره النظم، وبعدها حصل على ماجستير باداره الاعمال مثلي فرد شكل. هو مقدم برامج ومدير اعمال وناشط اجتماعي ومقدم برامج تلفزيونيه ومنتج تلفزيوني وكاتب، كل هدول بل اكثر من هدول. وطبعا انا شغله واحده ما عم بعرف اعمل. احمد الشقيري هو من الناس اللي شاركوا بالدفاع عن نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، او نشر فيديو باللغه الانجليزيه على مواقع التواصل الاجتماعي ردا على صانعي الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لما بتقول احمد الشقيري فاول شيء بيخطر على بالك اللي هو برنامج خواطر. هذا البرنامج اللي مكون من 11 موسم لقى نجاح كتير كبير بين الشباب بالوطن العربي. طبعا في برامج كتير تانية كانت ناجحة عملها أحمد الشقيري، بس هذا البرنامج كان تقريبا من أنجح البرامج اللي عملهم. أشهر جملة كان يقولها أحمد الشقيري بكل مرة بيبلش فيها حلقة من حلقات خواطر هي الجملة يلي قلتها أنا ببداية هذا الفيديو، يلي هي: لست عالما ولا مفتيا ولا فقيها، وإنما طالب علم. قديش هذا البني آدم بسيط، هذا الشيء يمكن بهالوقت مانه موجود. بداية أحمد الشقيري كانت بال 2002 ببرنامج كان اسمه يلا شباب، يلي بيتناول فيه قضايا الشباب بشكل خاص، ولقى نجاح كتير كبير بالوطن العربي وخصوصا لهي الفئة من المجتمع اللي هي فئة الشباب. طبعا يعني نحنا. وعلى فكرة هو وصغير كان طموحه انه هو يكون طبيب أسنان أو مدير أعمال، بالنهاية صار كل اللي قلتلكن عليهم، بس ما صار طبيب أسنان. أحمد الشقيري قبل ما يفوت على الإعلام كان عنده شركة صغيرة تهتم بالمجال التجاري، يعني كان تاجر ما كان إعلامي، بعدين فات على مجال الإعلام. طبعا في نقاط تحول كانت بحياة أحمد الشقيري، أحد هاي النقاط أو أهم هاي النقاط كانت أول نقطة بال 1994 لما قرر إنه هو يبدأ صلاة. الله يهديني ويهديكم يا رب. ثاني نقطة تحول بحياته كانت عام 2000 لما قرر انه يقلع عن التدخين والشيشة. حاجة تدخنه، الدخان مضر بالصحة. هل تعلم انه احمد الشقيري قدم على قناة MBC مرتين وبالمرتين رفضوا؟ كل مرة كان يجيب لهم فكرة جديدة ويطلعوا له حجة جديدة. طبعا الحجة كانت انه الجدول الرمضاني مليان. ما أكون أنا مدير MBC لحتى أقلع كل الإعلاميين وحط أحمد الشقيري بكل موضوعية. طبعا بالنهاية قبلته بس بعد جهد جهيد، وصار أحمد الشقيري على قناة MBC. طبعا أهم برامجه لحد هلأ هي يلا شباب، رحلة مع الشيخ حمزة يوسف، وأكيد طبعا بلا منازع خواطر، لو كان بيننا، برنامج قمرة، وكتير من البرامج والكتب والمدونات. بس أحلى كتاب كان لأحمد الشقيري هو كتاب 40، هذا كتاب قصته كتير حلوة. أحمد الشقيري قرر أنه هو يعزل حاله في جزيرة نائية بالمحيط الهادي لمدة 40 يوم. بهدول الـ40 يوم هو فكر شو عمل بالـ40 سنة بحياته بهداك الوقت. بالنهاية طلع بـ40 خاطرة وقدمنا إياهم بكتاب. لما عزل حاله على هاي الجزيرة لمدة 40 يوم كان مقطوع تماماً عن أي شيء له علاقة بالإنترنت أو بالتواصل الاجتماعي. ما كان معه غير تليفون اللي احنا بنسميه الألو مشان يتواصل فيه مع عائلته مو أكثر. مين بيقدر يعمل مثله؟ قعد على هي الجزيرة
وصار يفكر ويتأمل إنه هو شو عمل بهالأربعين سنة بحياته، وصارت تجي على باله خواطر كتير. قرر إنه يستغل هاي الخواطر ويحطها بكتاب لحاله. قال الشقيري: لقد كتبت هذا الكتاب خلال معتكف لمدة 40 يوما، حيث اعتزلت الناس والتكنولوجيا وجلست على جزيرة أجنبية في محاولة للتفكير فيما فات وأتأمل فيما هو آتٍ، فانتهيت بأربعين خاطرة. طبعاً باختصار هذا الكتاب بيحكي عن 40 سنة قضاهم أحمد الشقيري بحياته، من الصراع والسعي المستمر لحتى وصل للسلام الداخلي اللي هو فيه. لما سئل أحمد الشقيري بأحد المرات عن هدفه من كل شيء عم بيعمله، جاوب: هدفي هو إعادة أمة اقرأ إلى القراءة. ركز معي، حنحكي هلأ عن الجوائز والألقاب يلي حصل عليها أحمد الشقيري. فاز أحمد الشقيري بالمركز الأول كأقوى شخصية مؤثرة بالوطن العربي من الشباب بالاستفتاء اللي قامت فيه مجلة شباب 20 الإماراتية، وكمان رجع ترشح للمرة الثانية لنفس الجائزة، وخاض منافسة جدا قوية مع قارئ القرآن مشاري راشد العفاسي. طبعا أحمد الشقيري هو الشاب الأكثر جاذبية من بين الشباب بطريقة إلقائه للكلام، وبال2010 فاز بجائزة أفضل شخصية إعلامية شابة في ملتقى الإعلاميين الشباب الثالث في الأردن، وطبعا فاز بجوائز كتير مثل هاي وهاي وكتير جوائز تانية. حتى السفارة اليابانية اللي موجودة بالسعودية قامت بتكريمه. طبعا السفارة اليابانية اللي بالسعودية بما انه هو قدم كتير من برنامج خواطر باليابان، لما قاعد يشوف الفرق بين كوكب اليابان مثل ما هو بيقول والوطن العربي. طبعا اذا بدي ضل احكي عن جوائزه ما بخلص لانه كتير كتير، وهذا الشيء اللي خلاني اني انا احكي عن هذا الشخص تحديدا. ومثل اي شخص بالعالم، احمد الشقيري لقى انتقادات رغم النجاح الكبير اللي هو محققه، رغم النجاح اللي حققه برنامج خواطر، بس كمان هذا البرنامج لقى انتقادات لدرجة انه هي الانتقادات ما عادت موضوعية، ما عادت الى علاقة بالبرنامج، انما صارت شخصية بتطال احمد الشقيري نفسه، مع انه برنامجه كان بالبداية بس بيطرح المشاكل اللي بيواجهها الشباب بالوطن العربي. في ناس اتهمته انه هو عم بيروج لنفسه، وهذا الشيء تماما بيتعارض مع فكرة احمد الشقيري وهدف احمد الشقيري من هذا البرنامج. الحملة الشرسة ضده بلشت على تويتر لما شكك ناس بمصداقية أحمد الشقيري ومصداقية البرامج اللي هو بيقدمها، وشككوا إنه الأرباح اللي بتوصل من برنامجه عم بتروح لريع الجمعيات الخيرية، حتى إنه النقد تطور ووصل لدرجة شتم وسب أحمد الشقيري نفسه. وفي بعض الناس اتهمته إنه هو ليس الضالع والمتعمق بالعلم الشرعي والفقهي، وإنه هو دخل من الثقب الضيق من خلال فضائية مفتوحة الأبواب، وإنه أحمد الشقيري في غاية التسطيح المعرفي والفقهي والشرعي، وإنه هو بيعتمد على الفهلوة اللي بتعتمد على ربط الدين بالواقع اللي إحنا عايشين فيه عن طريق حفظ بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن ناحية تانية بعض الناس انتقدت ملابس أحمد الشقيري واتهموه إنه هو عم بيروج لماركات وسفريات وإعلانات ونظارات وأحذية و و و وإنه هو عم بيتاجر بكم آية وكم حديث. طبعا هيك قالوا المنتقدين. أحد الانتقادات اللي طالت أحمد الشقيري ببرنامج قمرة عام 2016 لما حكى عن السوريين بشكل خاص وعن مشاكلهم بالحرب والتهجير، طبعا الانتقاد كان على أسلوبه لما حكى عن نص مليون شهيد وأكثر من 8 مليون مهجر سوري. الانتقاد كان إنه هو ليش ما ذكر مين الشخص يلي سبب بهذا الشيء للسوريين ومين اللي ارتكب هاي الجرائم بالسوريين. طبعا ما فينا ننكر انه في كتير شخصيات مؤثرة بالمملكة العربية السعودية، بس احمد الشقيري هو من الناس اللي كتير اثر بالشباب وفيني شخصيا. شخص متواضع وعفوي وبسيط، وقلما تلاقي الناس عم تنتقده. شخص بيقدر يربط بين الدين المكتوب والعمل الفعلي بطريقة جدا بسيطة، بحيث انه كل الناس بتقدر تفهم هو شو عم بيحكي. بالنهاية اللي بدي اقوله انه سامحوني اذا اخطأت باي معلومة، نحنا بشر وكل انسان خطاء. والمرة الجاية رح نحكي عن أشهر شخصية سورية. ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالتعليقات مين بنظركم هي أشهر شخصية سورية لحتى نحكي عنها بالحلقة الجاية. وأهم شيء إنه ما تنسوا إنكم تنزلوا تشوفوا المصادر تحت بصندوق الوصف. تشيس.